مقابل 10 و10 دقائق بالضبط فقرة إيماجيناتور. إيماج إي ناتور. فقرة إيماجيناتور باش نمشيو نعملو طلة لمسلسلاتنا التونسية في شهر رمضان، لكن مش ناحية من ناحية التحليل الدرامي، لكن من زاوية معينة تخص الشأن الفلاحي والطريقة التصويرية في طرح المشاكل، منها موضوع المرأة الفلاحة ومشاكل الفلاحة عموما. على هذاك سعيدة جدا أن يكون حاضر معايا المخرج والسيناريست السيد سفيان عاشور. عسلامة سفيان. السلام عليكم، صباح الخير، صباح الفل والياسمين لكل المستمعين وهالفريق التقني، هالحضور النسائي الرهيب هذا الموجود اليوم، والطاقة فهمتها الجميلة، فهمتها كيفية محصورة أنا تو تبارك الله فهمتها. لا ما تخافش على روحك لاباس. لا طبيعي يعني فهمت، وموضوع باهي نحكيو فيه، وإن شاء الله اللي يسمعنا في التاكسي واللي تسمعنا في الكوجينة حايرة شو باش تطيب تويكا، وقضية الدار والتسييق والخيشة والراجل اللي فايق من النوم وذن فايقة وذن راقدة ما اليوم ما حد فهمتها. إن شاء الله يسمعونا في موضوع مهم برشا اللي هو موضوع الفلاحة، وما أدراك من الفلاحة. أنا نسميه الجيش الأخضر كاكا، الجيش الأخضر نسميه. علاش بالحق الجيش الأخضر نسميه بمعنى كما نقول رمزية رمزية كرمزية. لكن قبل كل شيء كنت عارف عليك سفيان، شكون سفيان؟ ليه مش يعطينا باختصار؟ نعرف تبارك الله عندك سي في مليين وفي برشا حاجات. أنا ديما أقول أنا ديما في تعريفي بروحي نقول سفيان العاشوري ولد مدينة كرومبيليا، عاشق لمدينتي ومجنون بالفن وبالية حشيك فهمتها كيفاه، نحب السينما والفن. وصحيح قريت واحد بيه ما نقولوش صحيح قريت وعملنا افلام والكل، لكن ما نحبش كل لغه نتاع عملت افلام ودرا شيء. مازال واحد طموحه كبير، نعرف من البدايه واحد به يحكي عليها زيد. والله انا ديما نقول، شوف انا ديما نقول انسان لما يوصل مرحله نتاع انه يولي عنده ثقه في نفسه ويولي عارف عامل جو مع روحي، عرفتها كيفاه يعني محليك الجو كل تعرف قيمه روحك مع روحك فهمت. فبالتالي مش غريب على كابا فيم يعني فهمتها، ديجا اول اذاعه تعديت فيها عام 2012 في اول افلامي كانت اذاعه كابا فيم، واليوم نرجع لها يعني معاكم فهمتها، وان شاء الله ما فهمك الخير ان شاء الله. سفيان انا علاش قلت لك سفيان كي تحكي لنا شويه، خاطر احنا كما قلنا باش نحكيو على موضوع المسلسلات التونسيه الدراما التونسيه، لكن من زاويه معينه اللي هي كيفاش طرحت مشكل الفلاحه والمراه الفلاحه قبل كل شيء. لكن علاش قلت لك انت في بالي انت خادم ديجا الكور ميتراج؟ لا خادم اربع افلام على المراه الريفيه، على المراه يعني اهم من طريق المنسيين هذين، عاشقة ومعشوقة، وهي العمل الآخر ما نستحضرش الحقيقة، ما نصورش عنده علاقة كبيرة بالفلاح، لكن هذوما أكثر أعمال اللي عاشقة ومعشوقة خذينا حكينا شاركنا به في مهرجان المرأة الريفية في السينما العربية. يحكي على عملنا وقت الفيلم يحكي على علاقة المرأة الفلاحة بالأرض متاعها، يعني ما عندهاش أرض هي، يعني هي تخدم في الأرض. حبينا نحكيه عن علاقة المتينة بين المرأة الفلاحة والواحد، واخذينا بي بري معناتها زادة، وعمل سميني عاشقة ومعشوقة اللي قصة العشق ما بينات الوحدة الفلاحة وكل، وحكينا زادة على هذين، حكينا على معاناة المرأة الريفية في كي تعيش في وسط فيه برشا مشاكل من ناحية نفسية، شوف راه مش من ناحية اجتماعية، من ناحية نفسية جدا. بالنسبة لطريق المنسيين حكينا على قضية النقل والتنقل في القرى الريفية من خلال امرأة حامل في شهرها السابع، قاعدة تشوف اللي داير بها كيفاش الأولاد قاعدين يبطوا من القراية، وكيف الخطر ما فماش كياس ما فماش طريق ما فما كيفاش، وهي حامل تحب تغير في المنطقة متاحة، فك الشهرين اللي مزلوا في الحمل متاحها مش توعي رجلها وتوعي الناس اللي دايرين بها، باش ولدها كيجي يلقى أبسط الأساسيات، يلقى فما الضوء، يلقى فما طريق يمشي يقرأ ويكمل. يعني هو فيه رمزية للطريق وفيه صحيح. رمزية تخش عليه تمهيد الطريق للأجيال القادمة باش يلقاو على الأقل المينيموم نتاع كيما نقولوا حاجة باش ينجم يعيش أساسيات الحياة، يعني مينيموم نقولوا هذوما بالحق نورمالمون ما عادش نحكيو عليهم، بالك بالنسبة برشا ناس حاجة مهمة جدا. مازال فما برشا ناس ما عندهمش لا ماء لا ضو لا كياس، بالحق برشا عباد يقول لك شنو حكيت وكياس ليه، اللي راهم ما تتصوروش المناطق الريفية والمعاناة نتاع المسالك الفلاحية بالحق حاجة كاتاستروفيك، كيما نقولوا في الصيف يبدا غياس يرمل وفي الشتاء يولي ميلوز، عباد ما تلقاش كيش تتعدى، راهي حاجه كاتاستروفيك. انا نعرف منطقه بلاصه معناتها هما الفوق وشوفوا في المدرسه اللوطه
ما ينجموش يوصلوا لي، ما ينجموش يوصلوا لي، ما نعرف يعني معناتها باش تعرف انت معناتها انت توا حتى اللي متاكد اللي يسمع فينا يتخيلها كايماج معناتها فما بالك انا نعملها في فيلم ولا مسلسل يعني فيلم خلينا نقولوا قصه هاي تاع واحد يغزل مدرسه اللوطة وما ينجمش يوصلها، يعني تغزل العين وما تشربش بالضبط، توصل العين وما تشربش منها معناتها فهمت، اول تغزل لها وما تشربش منها. سوفيا باش نغزل لك باش نحكي معاك لهنا كصفتك مخرج، طبعا انت خادم لهنا جمله من الافلام تخص المشاكل، نتصور راك مشيت وبحثت وكونتاكت ديريكت يعني مقابله مباشره مع العبيد هذوما، ما نصورش باش تاخذ الامور بسطحيه سورتو فما الموضوع تناولته كيما هو يعني فهمت غصت فيه، كيفاش تكون لهنا نصور بالحق حاجه توجع القلب، لكن انت كمخرج شنو ما الحاجات اللي بالحق لازمنا ناخذهم بعين الاعتبار؟ باهي اول حاجه باش نكون واضحين، انا ولد مدينه ما عشتش في الريف، فبالتالي الواحد يكون عنده ديما نقول كل واحد كل بلاد وارطالها كل بلاصه وجوها، انا عش في المدينه فما نعرفش يعني يمكن نعرف الريف كريف مشيت شي في رحله في من فوق لفوق اي يعني حقيقه يعني، فبالتالي كي وقت بديت نخدم في الاعمال هذه اي مخرج ولا اي سيناريست راهو باش ينجح خدمته راهو علاش باش نقول لك، خاطر لو ساعات نجم تعرض فيلم انت تحكي على المراه الريفيه وجيت تتفرج فيه مراه ريفيه تقول لك سامحني راهو مش هذا اللي عايشينه ولا العيشه اللي انت قاعده تصور فيها راهي ماشي. في انا بما اني ناشط في المجتمع المدني ونحضر مع الجمعيات اللي تعنى بالمرأة الريفية أو تعنى بالجمعيات النسائية في حد ذاتها، علاش على خاطر أنا كما قولوا نحن مثلا في المتريق المنسيين خدمنا مع جمعية ارتقاء اللي جمعية نسوية وتهتم بقضايا المرأة، فبالتالي كي كنت نحضر في الندوات ونحضر في نسمع لين بعديك هبطت على أرض الميدان فك الرحلات فك اللقاءات معاهم فك المشي، فديجا في متريق المنسيين عندنا مشهد كوميديا سوداء متاع واحدة من المدينة جاية توعي في النساء في الريف باش يشاركوا في الانتخابات و و و فلنا الحوار بين المرأة اللي عايشة في المدينة مش نفس الحوار، خاطر هي جاتها بجوز تقنعها تشارك في الانتخابات أما مش نفس الحديث مش نفس المشاغل مش نفس الواحد، ديجا هذاك عشته أنا في الدنيا وحطيته في الفيلم يعني العباد كي تفرجوا فيه وقتها صارت عليه نقاش كبير معناتها هذا علاش على خاطر من ناحية الروشيرش اللي تعملها أنت خاطر لهنا تحكي حكيت على العقلية العقلية متاع التفكير، يعني أنت شي تجي من المدينة شي تجي للريف باش تقنع عابد ديجا كما قلت أنت الاسبري ماهيش التقاليد ماهيش باش تجي تقنعها لازمك تعرف كيفاش تقنعها بأساليب نتصور هو موجود مش باش تقنعهم لازم تقنعها تقنعها باللي هي عايشته إيفيكتيف ديجا نقول لك التواصل كومينيكاسيون لهنا راه شوف أنت علاش ساعات كي تتفرج في الأعمال أنا ديما نقول الإخراج التقني هبطها على الفيسبوك إخراج التقني لك ساعات نجم أنت تحكي قضايا الريف في المسلسلات مثلا نجم تحكي على قضايا الريف لكن فما فرق بين الإيماج كي تصورها ياسر مزيانة حلوة أنك تصور كاليتي بيه وإيماج بيه وكل لكن راهو ساعات تبعد عن المصداقية متاع الواقع يعني شنو الفائده تصور لي مناظر مزيانه وكل شيء والواقع غير المعيشه غيره لهني خلينا نزيد نغوصوا اكثر في الموضوع ونوصلوا لمسلسلتنا التونسيه اللي سني اللي بالحق علاش هو طرح الموضوع كان خاطر انا واحده من الناس ريت مس نوعا ما المساله نتاع المراه الفلاحه والفلاحه عموما والمناطق الريفيه كان باش نمشيو زوز دو زيكزامبل ديجا باش نحاولوا نغوصوا في التفاصيل نتاعهم هو مسلسل راجوج ومسلسل باب الرزق كان نبداو بمسلسل باب عفوا بمسلسل راجوج في تصريح نتاع حاتم بالحاج قال الالوان في راجوج مستوحين من الفلاره نتاع المراه الكاتحه وهو مسلسل اجتماعي واقعي عفوا اما اعتمد على بهارات خارجيه لهنا كما برشا ناس تفرجوا فيه ديجا كان باش نحكيوا امور تقنيه سوفيين باش نحكيوا على نوعيه الكولور كما انت تحكي لهنا نقول حاجه الفلوغال ظاهره برشا صحيح هو تم طرح المشكل نتاع الثلاثه البنات هذوكم اللي يحاولوا يصاروا في المنطقه الريفيه يحبوا يبيعوا المنتوج نتاعهم يحبوا يطوروا من رواحهم لكنك الصعوبه نتاع الامور الاداريه الظروف نتاع الماديه اللي عوشها حتى نتاع التمويلات بالحق هو تم طرحها بطريقه مزينه عجبتني وفيها كل كوميديا الساخره زاد كيما نقول السوداء الساخره عرفت كلي بالحق كلامهم يضحك وما عرفت يوجع عرفت هو الحقيقه شوف معناتها انا نقول كي تتفرج في عمل كل ناقد ولا كل مخرج ولا كل سيناريست يغزر من الكوتين بتاعه هو يعني هو قال انه في بالفولاره نتاع
حتى من الحاج في التصريحات نتاعو. انا نقول انه الحقيقه مثلا مش نعطيك مقارنه مقارنه متجوز اما باش نشوفوا باش نفهموا مش مشكله. يعني انت توك تتفرج مثلا اكثر اعمال خدمه عريف الصعيدي والكل ما المساره كي تتفرج انت في المسار معناتها كيفاش يروجوا لك مثل الاحياء الشعبيه او الاحياء الريفيه او كي تشوف يعني كي تتفرج في العمل اللي انت حتى انسان ما تعرفش الانتوراج هذاك تاخذ عليه فكره يعني من زاويه التصوير من الكل تحس ياسر واقعيه ياسر واقعيه ياسر لانه هما يحكوا على واقعهم فهمت كون يعني مي احنا تحس الاعمال نتاعنا مازلت فك الزوايا التصوير المزيانه الكادر المزيان به الكادر مزيان راهو الكل اما كل فيكس ياسر مثلا والله يصفين عليه ساعات يقول لك هو راهو ياخذ بعين الاعتبار يقول لك التونسي مش ناقص كئيبه احنا هو ينتج مره مسلسل في العام يقول لك نزيد نحط فيه هانا يعمل كما يقولوا ضربه كالمراهضه كاين عندنا كميه الانتاج كيما نتاع مصر رانا كيما نتعزوا نعملوا انواع واشكال كيما باش نعطيك اكزامبل اللي تحكي فيه مسلسل ريا وسكينه القديم تاع سميه الخشاب وعبله كامل واحد من الممثلين نتاعي قال وقت اللي احنا نصوروا فيه ما تصورش قداش خفت تعرفش علاش الديكور والضوء تلمو خافت وكما نقولوا فيه من البؤس والاجرام وكل عرفت اش نقص قلت انا العباد باش يوصلوا يقبلوه في رمضان يبان شنو اللي صار مسلسل كسر الدنيا كما نقولوا في الفتره هذيك ما تنساش خاطر ريا وسكينه عندها التمادي نتاع قصه كامله عندهم في مصر واخذينها قصه شعبيه كبيره لا اما طريقه التصوير قال لك انا بجودي حسيت بالكئابه كالضوء ديما الخافت والحيوط وكالديكور ولكن هم حكاوا على الانتوراج انا نعرف كواليس تاع المسلسل حكاوا انه في الكواليس يعني كان فما لحمه بين الممثلين لا هذيك اكيد هذاك يساعد الممثل حتى باش يمثل دور صعيب يساعده انا اللي حبيت نقوله راهو بخصوص حكايه الكئابه يعني بالعكس عملنا تو التونسيه العوام الاخيره بهارات كما الكلمه اللي قلت انت نتاع كئابه يعني كئابه خفيفه يعني مش كئابه لكن اليوم الحلو من الموضوع نتاع انه طرح موضوع المراه الريفيه تعرف علاش الناس ركزوا ياسر على المراه الريفيه خاطر عندها اعوام والمخرجين يتلاموا علاش المراه الريفيه مش موجوده في المسلسلات توا عندنا فتره كبيره من بعد معناتها الجانفي معناتها 14 جانفي وانت ماشي بعد الثوره التونسيه ما كانوش معناتها كما نقولوا نحن المرأة الريفية اي بالضبط مش كيما العوام اللي فاتت حسابات وعقبات غادة مسلسلات كانت تطرح محليهم المسلسلات عندك غادة ومسلسل اللي فيه غالية ريم الرياحي زادة اللي مثلت كيفاش مع انها مرأة جاية من المدينة ما تعرف حتى شيء على الفليحة وضحات على خاطر رجلها والخاطر حبها للأرض ذيك ومنام التعروسية زادة للعروسية كيفاش مرأة كانت مكافحة وشديدة محليها كالصورة بالحق ورغم يعملوا دي ساكريفيس يعني تقول لك في الجبل مطيشه يعني بالحق يعني كيفاش ماهوش بالسهل انت اما كمراه فلاحه باش توصل لك الاستاد هذيك لا والتمكن من اللهجه شوف راهو دور كبير برشا هما اغلب لهنا راهو ما تنساش في رق المسرحيه نتاع قفصه والكيف يعني هذوكم اللي خدموا راهو ديجا يجيب لك اللغه الصحيحه والاكسبريسيون فيزاج واللي هو حتى كحضور الركحي احنا مش نقولوا ركحي الاكسبريسيون علاش كيفاش يتصرف تحسوا بالحق وش عليه فلاح تقوش عليه فهمت بالضبط كي كنا نتفرجوا قبل حتى انا نثبت صغير ما كناش نحسوا اللي فما تصنع معناتها فهمت ياسر احنا اللي نشوفوا تويكا قضايا النقل والتنقل قضايا المرأة الريفية اللي تخدم احنا يجب نكون واضحين انا عن فما الدراسات تقول انه العشر سنين قدام باش يولي عندنا مشكلة في اليد العاملة الفلاحية علاش لانه المرأة اللي كان تشوف العمر نتاع النساء اللي يخدموا في الارض تلقاهم بين 50 سنة 60 70 الصغار ما عادش فما الشباب ما عادش يعني باش هو باش يتوارث المهنة هذيك نقولوا باش يحب والله يجيت له متعب بالضبط اللي يعني قلت لك انا تو نحكي لك عن السب يعني بالنسبة للاسباب علاش نقول لك سفيان انا واحدة من الناس احنا عندنا ارض فلاحية خواتي زاد كيف ما همشي لهنا وقعدت لنا الارض كيك المشاكل الفلاحيه ما عندناش الماء غلاء كيما نقولوا الاسمده عاد خليها تشيح وكها باش نعطيك اكزامبل زاد فما وضعيات نتاع فلاحه برسمي ساعات تجيش تصرف اللي باش ترجع ما تلقى حتى شيء دونك خليها كيكه ومش لازم فهمت ابار باش تلز الشباب اجا اخدم اي انت عطيتنيش الارضيه المناسبه الموارد الدعم فما حد شيء ريت وحده يعمل كل شيء ريت تحكي فيه انت تو اعطيني انا عمل عمل درامي تو نحكي على التلفزه مش ندخل في السينما اللي هي شعبيه الناس تفرج فيها اعطيني عمل حكايه مثلا عليها اللي تحكي فيه انت اما شنو بالعمق راهو
يعني أنا اليوم عندي مسلسل يحكي على مشاكل النساء الفلاحة أو العيد العاملة ومشاكل الموارد ومشاكل الدرشنية وكيفيه وبيش بالصحيح، يعني كما قلنا احنا المشاكل معطيات صحيحة والحوار والدباب بين الشخصيات هذا يلزم رشاش كبير. على ذلك ديما تلقى كان لاحظتي في مسلسلاتنا ديما نحكيه هكا من فوق الفوق من فوق الفوق، يعني حتى الحوارات متاع المرأة الريفية متاع يا أما يحطها شبيني أنا مظلومة ولا أنا هني نتعب ونتحدى، ما كفبش تتعب وتتحد في واقع كما تحكي فيه أنت معناتها قاسي به الحلمة أما الأرض الواقعية مش موجودة. فبالتالي اليوم معناتها ما أحوجنا بالحق اليوم إلى أعمال تنجم اللي تحكي فيه أنت كي نتفرجوا فيه يحل دي بقى، مش أنا نقعد نقول والله شوف رأى فما فرق كبير بين تقول والله المشاهد في مسلسل فلاني محلاها واحد بين أنا كمواطن نسكن في المدينة أما المسلسل حيرني باش نعرف القوانين في الفلاحة شنو المشكل يحيرني مشكل العقارات ومشكل الأراضي الفلاحية فما مشكل كبير والتحايلات هذا 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 علاش نرجع لكتابة السيناريو لأن أغلبية الكتاب اللي عنا باش يجي سعيد باش يقول لك نبقوا نشرشي ونلوج باش خاطر انت تكتب سيناريو تنجم تحكي على الفلاحه لما تعرف شنو هو الفلاحه شنو القوانين القوانين شنو تنجمش تحكي انت على نتاع الاراضي الدوليه كل تقول علاش ما الدوله ما عطتناش هي لا فما فرق بين اللي يحط هكا في حوار بين السيناريست اللي يعطيك القانون هذا شي قصدو بيه ودرا شنو على فهمتك لهنا هو علاش باش نزيد نرجع على كلامك في مسلسل باب الرزق بين الشخصية عندك صابرة تحكي مع سليم اللي هو خالد هويسة شو شي جاوبة لأني بالحق مقطع مهم جدا. البلاد هذه كان جات تستثمر في الفلاحة راهي من أهم الدول في العالم، أهم حاجة تخيير المخاخ والعقليات، ما فماش مستقبل البلاد هذه من غير اللهو بالأرض متاحة والفلاحة. لهنا هو إكستري وقتها كيفاش قاعدين يمشيوا في السينية في ويحكي وساعة ساعة يعملوا زيادة حكاية كيف انهك صحيح هي فيها نوع من الفلسفة حتى طريقة اختيار الصابرة الشخصية هذه اللي عاملة اختصاص متاحة سوسيولوجي يعني متاع علم الاجتماع وكل شيء ما نسخروش كان مسقط يعني كان علاش باش تكون في علاقة معك الفلاحة باش تفسر الوضعية النفسية والاجتماعية متاع كل منطقة ذيك. صحيح سوفيين ما غاسوشي برشا برشا لكن ما نسيبش هو أون فان كونت مسلسل ومحصور في عدة حلقات وما هوش هذاك كيما نقولوا الجزء الرئيسي نتاع الفكره الرئيسيه. اسمعني احنا انت فهمتك ماذا بينا يكون هو الكل في الكل بحفوا مش هكا قصدي انا تو الباساج اللي قالوه الممثل معناتها خالد هويسه مشكور معناتها ممثل برك على فكره مش هذاك هو راه وقال برشا حتى على الزيتون وبرشا الفريق التقني نتاع المسلسل من محمد مدير التصوير كل معناتها الاغلبيه الاولاد اللي يخدموا فيها الحاجه الباهيه راهم كلهم شباب وفرحان نشوف القناه الوطنيه سنان ويتعطى ثقه في الشباب وبالتوفيق لهم ومشكورين ومبارك لهم نجاح العمل. لكن انا اللي حبيت نقوله في الـ في الـ في الحوار نتاعك اللي كنت تقوله على الشخصيه اللي كانت تتكلم شوف انت تتوقع انت الناس الكلام زي ما نعرفوش احنا لي ساعات كيتقال بطريقه معينه انا نحكي لك هو يتقال لكن هو كيشلمه في العموميات العموميات فهمتك يا سفيان فهمتك انت تو التونسي يتفرج في التلفزه تجي تقول له انت والله البلاد هذه كانت تستثمر في الفلاحه لا. اسمعني اغلب فهمت. الناس راي اغلب الناس اي يقول لك انا نعرفه هذا انت وريني اعطيني كيفاش مثلا من خلال عمل درامي اللي تحكي فيه هو طرح له هنا نوع من الحلول انا لا مش على المسلسل نحكي لك على الكلام حتى احنا في حياتنا اخطاك المسلسل طبيعي المسلسل غاص الموضوع لكن نحكي لك اون جينيرال معناتها انت تو تجي تقول انا والله تونس هذيك كانت تستثمر في الاساتذه المعلمين نتاعنا مثلا الاساتذه المعلمين نتاعنا تو تشوفنا شنو نجموا نعملوا ونحن نجموا نغيروها البلاد كل حديث ولا لي انا علاش سفين خلينا باش نفهمك شنو الحكايه اللي صار انا كي خذيت لك هذي راهو خطر هو قاعد يفعل يعطي في حلول في وسط المسات مش هاكو على شنو نقصد بين الفرق كيفاش كان قبل جوس يرميو كلمة كما انت تقول هاكو حاطينا كلمة ويتعاد القش عليه ولا كان ولا صار اخزولي انا مش هاتيك وقت 29 دقيقة صفينا بصنا فيسع الوقت متاع الاخبار نترك لك كلمة الختام. الحقيقة مشكورة على تسليط الضوء على القضايا الريفية او المرأة الريفية هو حديث طويل الحقيقة يطول نقاش فيه الحقيقة ونحب نقول حاجة وحيدة الاستثمار في الفلاحة ولا الاستثمار في اليد العاملة الفلاحية رانا قوس الخطر بدأ يضرب ماذا بينا الدولة لهنا تشجع العاملات الفلاحيات من خلال النقل قضية النقل قضية الكيران
ما عادش نحبوا نشوفوا نساء في في الكوان المشاهد هذوك. ان شاء الله الدوله تتحرك وان شاء الله ما تدافع على حقوقها، كاين بنت الارض ولاد المنطقه هما ديما اولى بالحقوق نتاعهم ان شاء الله. شكرا لك. نخرجوا الفاصل الغنائي ثم لنا عوده مع بقيه برامج فقرات أجريكاب.